احنا واحنا بنتكلم مع حضراتكم كده وفي سهرتنا وسهره راس السنه مع واحد من اهم الفنانين اللي موجودين في الفتره الاخيره، وهو فنان اهلاوي جدا وبيكون حريص على انه يكون موجود في معظم ماتشات النادي الاهلي، محدش ما بيتابعوش ودايما بيكون موجود في كل بسم الله ما شاء الله الاعمال الدراميه الاخيره. هو واحد اهلاوي جدا وهو الاستاذ بيومي فؤاد. برحب بيك يا فندم. ترى انتوا طيبين وكل جمهور الاهلي وكل مصر طيبين يا رب ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب وعام سعيد على حضرتك يا رب وعلى كل الاهلاويه. اكيد طبعا حضرتك كمشجع اهلاوي موجود معانا مشرفنا على القناه، شفت 2019 مع النادي الاهلي بشكل مختلف، الاهلي حقق بعض الايجابيات وفي بعض السلبيات اللي ان شاء الله نشتغل عليها في عام 2020. لو اعرف من حضرتك تتمنى ايه في عام 2020 على المستوى الشخصي وايضا على المستوى الكروي من خلال النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله الاهلي طول عمره ما انا شخصيا يعني عمره ما خذلني ابدا، وحتى لو بيحصل اخفاقات اكم من انديه كبيره وانديه عالميه بيحصل الموضوع ده، وده طبيعي جدا. بالنسبه للامال الشخصيه ربنا يوفق يا رب باذن المولى وعند حسن ظن جمهوري. واما بالنسبه للموضوع العموم يعني اتمنى ان مصر ترجع لارادتها تاني، وباذن الله كلنا امال على يد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. واما النادي الاهلي اتمنى بطوله افريقيا باذن الله، وان احنا نرجع تاني نلعب لكاس العالم للانديه عشان هو ده المكان اللي يستاهله الاهلي، وربنا يوفق يا رب دايما. واتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك عشان نادي الزمالك نادي كبير وهو يعني شيء لم نشأ، سيبقى نادي الزمالك هو المنافس للنادي الاهلي، ونادي الاهلي المنافس للنادي الزمالك، فبالتوفيق يا رب دايما يعني. حضرتك بدات تظهر كده في الفترات الاخيره في ماتشات الاهلي، هل حضرتك كنت بتروح اصلا وبتستخبى؟ ولا حضرتك بدات تروح في الفتره الاخيره علشان حد من حبايبك او حد من صحابك بداك ان هو يشدك معاه وهو رايح، يعني ايه فيهم؟ لا والله انا الماتش الاخير اللي حصل بتاع الاهلي والاتحاد كنت انا في بروفه لحفله اللي كانت هتبقى ثاني يوم قدام سياده الرئيس، كنت انا ورمضان صبحي، فرمضان قال لي رايح الاستاد تعالى معايا، قلت له طب هخلص البروفه وهحصلك، وبالفعل تاني رمضان تقريبا كان بيخش من الملعب، انا طبعا مش هقدر اعمل زيه، فدخلت من المنصوره والجرح بيه كتر خيره هو اللي خدني ودخلنا مع بعض المنصوره اتفرجت على الماتش. انا طبعا دايما بروح اتفرج على ماتشات الاهلي بس بقالي فتره كبيره مش الوقت مش سامح بكده، فبضطر اتفرج على الماتش في التلفزيون. انما ماتشات الاهلي والزمالك وماتشات المنتخب وماتشات الاهلي في البطوله العربيه ده كانت متعه بالنسبه لنا، وكاننا كنا بنروح نتفرج على ماتشين في الماتش اللي قبل الاهلي وماتش الاهلي دايما في البطوله العربيه، وناخد معانا بقى ترمس الشاي والميه والسندوتشات والكلام ده. سلام سلام. نفسي اتمنى ان الاهلي ينظم بطوله زي ما كان بينظموا قبل كده البطولات العربيه في مصر دهوت، اتمنى الفرق المصريه تنظم البطولات دهيت، لان ده بيبقى عرس بجد للكره المصريه، وبتلم العيله تاني زي كاس الامم الافريقيه الاخير اللي حصل في مصر. طب حضرتك يعني بما ان حضرتك مشجع اهلاوي كبير ومتابع كده من زمان، اكيد كره زمان كانت مختلفه عن دلوقتي، واكيد حضرتك كنت بتتابع عدد من نجوم النادي الاهلي، مين من نجوم النادي الاهلي اللي كان دايما حضرتك بتحبه ودايما بتشجعه ودايما تكون حريص على انك تتفرج على كل ماتش عشان تتفرج وتتمسك كده من لمساته ومن اهدافه من كل مره الكره تيجي فيها في رجليه؟ سيبقى الخطيب ماشي سيبقى الخطيب طبعا هو فارس الكره المصريه. سيبقى الخطيب ربنا يديله الصحه والعمر يا رب يخليه لينا. سيبقى الخطيب وده بشهاده نجوم الكوره من كل الفرق، نجوم الكوره زي كابتن حسن شحاته، نجوم الكوره زي كابتن فاروق جعفر، كلهم بيقولوا الخطيب. سيبقى الخطيب تمام، طبعا في امتداد للعيبه كتير جدا، حسين شحاته الله اكبر عليه، رمضان صبح الله اكبر عليه دلوقتي، عمده وحشني طبعا نفسي يرجع تاني عمده يلعب والمصحف موافقين عمده وحشني كلنا موافقين، انا موافق انا كمان مع حضرتك سمنت زي ما بيتقال يعني، محمد ابو تريكه وكل يعني كل اللعيبه الكبار اللي كانوا في حتى اللي اعتزلوا وائل جمعه، سيد عبد الحفيظ، الجيل ده كله بصراحه كان في نجوم كبار جدا، مش عايز انسى حد طبعا، علاء بيومي وطاهر ابو زيد وكل الناس اللي فاتت دهيت انا لحقت طبعا الناس، انما طبعا الكوره دلوقتي احسن كتير بصراحه. يعني بعيدا عن المواهب الفرديه الكوره دلوقتي اسرع كتير، الكوره دلوقتي وقوانينها امتع كتير.
وبتمنى ان تقنيه الفار تخش الدوري العام، لانها بصراحه تعمل سسبنس لطيف كده لما يبقى مستنيين حاجه وبتجيب العدل. طب بقول لك يا استاذ بيومي، لو حضرتك شايف ان الفار دخلت مش هيحصل مشاكل، الناس توقف الماتش كل شويه ويحصل بقى خناقات، ولا الدنيا يعني هتمشي كده ما فيش اي مشكله وكل واحد ياخد حقه؟ تفتكر اي سيناريو اللي ممكن يحصل؟ لا بالعكس، ده بالمنطق يعني لما يكون في حاجه شك فيها الحكم هيثبت كل الناس ويروح يشوفها هو. الناس اللي قاعدين كمان، الحكام اللي قاعدين على لما بيقولوا له تعالى شوفها ما عيب معانا ولا الكلام ده، حتى لما يحكم راي يبقى الراجل شاف، لان هي افلام تبقى في هفوه والحكم بني ادم صح خطاء ما شافش البنالتي، ما شافش الاوفسايد، ما شافش كل الكلام ده، لما يروح يعيد ويزيد فيها ياخد فيها دقيقه، ياخد فيها نص دقيقه، ياخد فيها دقيقتين لغايه ما يتاكد، هيبقى ضميره مرتاح صح، وساعتها الكل يرضى، لان طبعا ما زال لغايه دلوقتي البنالتي ده تقديري صح، يعني الحكم وجهه نظره انه لا مش بنالتي، بس انا مع يعني انا يعني انا لما شافها مش بنالتي خلاص يبقى احنا كده خلاص تحط الفلج وبوقنا. بس انا استاذ يعني جدا بنقول على ان الحكم مش ما شافهاش، الحكم كان مكانه غلط، الحكم كانت وقفته مش صحيحه. لا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا مبسوط جدا يعني بكلام حضرتك عن الكوره، انا ما كنتش اعرف ان حضرتك بسم الله ما شاء الله متعمق وبتتكلم وعارف ومتابع، ويعني دايما حضرتك عارف ان يعني ممكن حد يتابع لكن مش بالتعمق اللي حضرتك موجود فيه ده، فعشان كده عايز اسالك واقول لك مباراه اكيد مش قادر تنساها في ذاكرتك للاهلي واتفرجت عليها، ودي مباراه بالنسبه لك اللي علمت معاك، والاهلي يعني حقق من خلالها فوز او حقق انتصار حضرتك مش قادر تنساه لحد دلوقتي، مباراه ايه؟ طب استنى يا عمر عشان نسيت ربيع ياسين، اقسم بالله مش عشان انا بص انا ما رضيتش اتكلم، بص انا ما رضيتش اتكلم بس ايه خلاص على جمال الراجل حضرتك ايه؟ ادبه واخلاقه واحترامه حبيبي يا استاذ بيومي، ربنا يخلي حضرتك كل حاجه، اقسم بالله ربنا يديله الصحه، ربنا يخلي حضرتك مدرب فاهم وجميل وعظيم، ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك. لا لا خالص والله، ده يعني انا مبسوط جدا ان حضرتك موجود معايا، وانا حاسس ان بقى حضرتك الايام اللي جايه محتاج انك تتكلم في الكوره ومحتاج تخش كده شويه في البرامج الرياضية، هتفيدنا كتير وانا استفيد من حضرتك والله كتير، انا متأكد 1000000% يعني. طيب افضل مباراة مش قادر انساه، انا طفل صغير اول مرة اخش النادي الاهلي من بعد الاهلي ما خد الكاس، لان ده كان مباراة نهائي الكاس، من بعد الاهلي ما خد الكاس ورحت وانا طفل صغير، احتفلنا جوه النادي مع اللعيبة والكلام ده، وكان لسه جمهور كتير جدا وبتاع، ورحت مع اخويا الاكبر مني واصحابي اللي في المنطقة والكلام ده، ورحنا النادي الاهلي احتفلنا فتحوا صحيت الابواب للجمهور ما اعرفش ازاي ساعتها، يعني كان حلم بالنسبة لي ان انا اشوف اللعيبة عن قرب والكلام ده. ماتش 4-2 ما اعرفش كان سنة كام، مش فاكر ده كان سنة كام، هقول لحضرتك حالا دلوقتي 4-2 بتاع بين 78 78 78 اعتقد انه كان كده صح كده تمام. الماتش ده فاكر انا 2-1 وبيبو نزل جاب طيب انا عارف ان ابن حضرتك ايضا بيكون حريص ان هو يحضر ويآزر النادي الاهلي في كل مكان ومشجع اهلاوي كبير جدا، الكلام ده صح؟ جدا جدا مشجع اهلاوي فظيع، وفعلا بيروح ماتشات كتير جدا ويروح مع اصحابه والعيله كلها عندي الحمد لله اهلاويه. طيب يعني مش كلها اهلاويه، يعني عندي اخ كبير زملكاوي واخواتي البنات زملكاويه، بس انا واخويا الصغير احنا الاهلاويه. طيب يعني وحضرتك بتتكلم معانا على ماتش 78، احنا هنعرض منه بعض اللقطات كده اللي اكيد كل مشجع اهلاوي لازم نفكره بالانجازات اللي حصلت، لكن عايز اكلم حضرتك في سنه 2019 في جزئيه مهمه جدا وهي اخفاق المنتخب الاول في فوزه ببطوله افريقيا، وايضا حضرتك منتخب الاولمبي قدر انه يحقق الاخفاق اللي فشل في المنتخب الاول بتحقيق نفس البطوله والتاهل الى الاولمبيات، شفت حضرتك الانجاز شفت حضرتك المنتخبين ازاي في الاخفاق وفي النجاح؟ المنتخب الاولمبي كان عظيم، شوف انا هحسبها لك بحسب عندنا كده في التمثيل، بتقول لما يتوفر كل عوامل النجاح لعمل ربنا وبيبقى مستنيين توفيق ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ فهو كان متوفر للمنتخب الاولمبي كل عوامل النجاح، مدرب راجل مخلص شوقي غريب ياما اشتغل مع ناس كتير وناس محترمه كتير جدا وتتلمز على ايد ناس كتير قوي، خلاص راجل عنده خبرات، راجل مراعي ربنا سبحانه وتعالى في شغله ومعاه ناس محترمه جدا، معاه مساعدين محترمين جدا. اللعيبه من اول ماتش لما قعدت مع رمضان صبحي ومع غيره، من اول ماتش وهم مركزين وعاوزين زي ما بتقولوا اللي هو ياكلوا النجيله،
الاحساس بتاع حسام ابراهيم بتاع زمان ده والكلام ده. المنتخب القومي كان من اول ماتش اللي بيفهم واللي ما بيفهمش في الكوره بيقول مش هيكملوا، وكانت باينه من اول ماتش كاس الافريقيه كانت باينه. فهي بتبقى حاله، في فيلم كده يخش من الافان تتر تحس انه هيبقى حلو قوي. صح كده، فيلم من الافان تتر بتاعه تقول انه شكرا اروح، تصبر عليه شويه عشان يبقى ضميرك مرتاح، وبعد ربع ساعه تتكل على الله وتروح، تبقى باينه زي ما بتقال يعني. فدي كانت باينه جدا. صح، كانت باينه جدا للاسف شديد. كل للاسف فعلا. البدري مدرب كبير، مدرب محترم، كل التوفيق لكل للمنتخب، لان المنتخب ده عصب الموضوع بالنسبه لنا. صح، لما نقعد نشجع الفرقه ونقعد نتخانق ونقعد نهزر ونقعد نهزر ونقعد نتريق ونقعد نتعامل، بس اهم حاجه بالنسبه لنا هو اللي بيلمنا اللي بيجمعنا المنتخب القومي. يا رب دايما التوفيق لمصر. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، معلش طولنا على حضرتك، هنسيبك مع ضيوفك واحتفالك براس السنه. اتمنى لحضرتك ربنا يخلي عليك يا استاذ بيومي، ودايما تكون مشرفنا منورنا في قناه النادي الاهلي، ونتمنى لحضرتك التوفيق والنجاح والتفوق في كل اعمالك يا حبيبي. اسلام يا حبيبي، متشكر جدا. اسلامي اشكرك وارجوك سلم لي على الاستاذ شاطر وعلى كل الناس الجميله ومهندس عبد القيوم وكل اللي عندك. حاضر يا حبيبي، ربنا يخلي حضرتك كل سنه وحضرتك طيب وعام سعيد على حضرتك وعلى الاسره الكريمه. الفنان الجميل الاهلاوي الاستاذ بيومي فؤاد.